السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى نلقاكم في احسن حال. اليوم غادي نوجد لكم واحد الكراتان اللي هو لذيذ وفيه مكونات اللي موجوده في كل منزل وكيجي بنين، وغادي تقدروا تقدموه للعشاء او للغدا. نبدأ بالمقادير على بركة الله. عندي هنا كيلو ديال البطاطا، غسلتها ونقيتها ودرتها في الماء، وعندي حبة ديال الجزر مبشورة ومن بعد هشيتها بالهشوار باش طيب لي دغيا تدوب، ما تبقاش محكوكة هكذا طويلة. وعندي 200 غرام ديال صدر الدجاج هشيتو حتى هو. وعندي هنايا 100 غرام ديال الكفته. وعندي هنا جوج حبات الطماطم مبشورين محيده منهم الزريعه، هانتوما كي كتشوفوها. وعندي هنا مورزاريلا غادي نكونجليها من بعد عاد نربيها نحكها. وعندي هنا القزبر وحبه بيض وفرماجة مثلث. غنبداو بالتحضير على بركه الله. غادي نقطع البطاطا ونديرها تغلي، ثم الماء ديالي غلا غادي ندير البطاطا فيه. وغادي ندير واحد المعلقه ديال الملحه، ونغطيه ومن بعد نخليه حتى يطيب ونصفيها. نكمل معكم طريقه التحضير. غادي نوجد معكم حشوه ديال الكراتان ديالي. اول حاجه درت المقله سخنات، غادي ندير واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون، جوج معالق ديال الزيت نباتي، وغادي نديرو واحد حبه بصلة صغيره نسيت ما قدمتهاش معكم في المقادير، مهاشيه حتى هي، واحد الراس ديال الثومه حتى هو مهاشي. بعد ما بدات كذب عليا البصله غادي نزيد ليها الجزر، وغادي نخلي واحد 5 دقائق تقريبا وغادي نزيدو المطيشه ديالي، غادي نزيدها له. بعد ما دبل ليا الجزر هانتوما كي كتشوفوه مع البصله، غادي نزيد له الطماطم. هزو ملي كتحكوه الجزر ملي كتحكوه كيبقى طول، ما كيطيبش ما كيشد كيشد بزاف الطياب. انا حكيتو عاودت هشيتو باش دغيا يوجد ليا. غادي ندير لها شويه الملحه التوابل، من بعد غادي نديرهم مع الكفته ديال الدجاج ديال اللحم. هانتوما بعد ما طابت البطاطا ديالي غادي نصفيها ونديرها في سوبر بحال هكذا. واحد البطاطا سخونه كندير ليها معلقه ديال الزبده كبيره،
تقريبا معلقه ونص. هانتوما بعد ما طابت الماطيشة ديالي و الفيزو لي درت و البصلة هادي حتى طابت، غادي نزيد ليها كفتة ديال الدجاج و غادي نزيد الكفتة ديال اللحم. و بقا نفرتتها هكدا باش مت غنقص عليها النار، في نفس الوقت غادي ندير واحد شويه ديال قرص الناموسه الرند، غادي واحد شويه ديال سكنجبير على قبل الدجاج راس معلقه واحد نص معلقة ما عمرش مزيان، شتو هانتوما ديال الفلفلة الحمراء الحميرة، واحد راس معلقة ديال الإبزار فلفل أسود، الزبر ديالي هانتوما عندي غير القياس و الميزانكم. بالنسبة للملحة حتى هي عند كل واحد يدير على حساب القياس ديالو، كاين اللي كيبغي شي ملحة كاين اللي كيبغي الملحة. هانتوما وجدات المعجون ديال البطاطا ديالي بحال شكل لابوغي، درت ليها الحليب والزبده، ما درتش ليها الفلفل الاسود، انا كنبغيها هكذا. ها انتما الحشوه ديالي والمولد دهنته بالزبده، غادي ندير الفريشه الاولى ديال البطاطا، تقريبا النص ديالها كناخد الحشوة كنديرها تقريبا كاملة. قبل ما ندير الحشوة الثانية غادي نحك شوية ديال موزاريلا، راه مكونج ليا باش ما تعذبكمش، كنكونج ليها من بعد كنربيها في الحكاكة هكذا. ملي درت موزاريلا غادي ندير البطاطا ديالي فوق منها، نسرحها. بالنسبه للصلصه اللي غادي نحمر بها نكراتي بها الكراتان، عندي فرماجه هانتوما غادي نمسها مع صفر بيضه، نمسها مزيان حتى تندمج مع البيض ولي شكل كريمي، وغادي نزيد ليها الحليب تدريجيا انا مكسيتو بعد مكسيتو بالآلة الكهربائية، وانتوما تقدروا ديروا بالفرشيطة ولا كدير الحليب تدريجيا حتى كنحصل على صلصه. كنزيد ليها موزاريلا،
مورزاريلا درت النص في الوسط ديال الكراتان ما بين الحشوه والبطاطا، والنص الاخر غادي نديرو من الفوق باش نكراتي به الكراتان ديالي. هانتوما الكراتان كيفاش وجد، تحمر من الفوق وخدزت ليه شويه محمر زياده، ولكن ماشي مشكل. هانتوما كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوها مع العائله ديالكم والاحباب والاصدقاء، ولقائنا في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم.